أبو سليم في المستشفى. تضاربت المعلومات في الأيام القليلة الفائتة عن صحة الممثل الكبير صلاح ديزاني المعروف بأبو سليم، وذلك بعد الأنباء عن دخوله إلى المستشفى. فما هي حقيقة هذه المعلومات؟ زميلنا الفنان صلاح ديزاني أبو سليم تعرض لوعكة صحية ببداية الأسبوع، اضطرينا ننقله على المستشفى. طبعا نقله على المستشفى أخذ وقت كتير، لأنه أولا أخذناه على مستشفى المقاصد، ومن ثم نقلناه على مستشفى رزق. هلأ وضعه الصحي كتير مستقر وكتير أحسن، وهي الإشاعات اللي طلعت يعني نحن بننفيها نفيا قاطعا. يعني حرام، بدي أقول للناس يعني ما يتشفوا، ينطروا، معلش ما يستعجلوا ويوفوا فنان كبير مثل صلاح ديزاني. صلاح ديزاني تاريخ بلبنان، صلاح ديزاني أرز من أرزات لبنان، يعني أجيال وأجيال وأجيال تربت على أسلوب صلاح ديزاني، زرع بنفوسهم الحب والفرح والسعادة. اليوم بالذات وعي منيح، عرف كل واحد حواليه، عرف مرته، عرف بنته، عرف الزغلول، عرف الدكتور جوزيف الحلو اللي زاره، كلهم بالأسماء وحكى معهم. وضعه كتير عم يتحسن، اليوم أحسن من امبارح، وبكرة إن شاء الله حيكون أحسن من اليوم. النقابة طبعا وقفت معه من أول لحظة كان صارت عنده الأزمة الصحية، من أول لحظة تابعتها. وحتى زميلنا سعد حمدان بقي معهم من المستشفى لمستشفى للساعة 11 بالليل. فمثله مثل أي زميل نحن عنا بالنقابة بيتعرض لوعكة صحية، النقابة بتكون حده بقدر المستطاع وبكل قوتها. إذن أبو سليم في حالة صحية مستقرة، عسى أن ينعم كل من رسم الفرحة من كبار الفن في لبنان بصحة جيدة وطول العمر.